أهلا بكم مرة تانية ونشرة مفصلة عن أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وبالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط للرياح على غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على السلوم ومطروح. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني النهاردة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يعني ممكن تصل في القاهرة ل 31 درجة، هل معنى كده إن احنا خلاص دخلنا في أجواء الصيف ولا لسه حالة عدم الاستقرار مستمرة معانا؟ لا، احنا لسه في حاله عدم الاستقرار، مش حاله عدم الاستقرار، ده التقلبات الجويه في درجات الحراره بين الارتفاع والانخفاض. احنا بالفعل بدانا ارتفاع في درجات الحراره منذ امس. ايوه طيب، واضح ان انقطع الاتصال مع الدكتوره منار، هنحاول نرجع لها تاني. ودلوقتي هناخد نظره على درجات الحراره المتوقعه النهارده. النهارده في القاهره درجه الحراره العظمى 31 والصغرى 18، في حين ان في العاصمه الاداريه نفس درجه الحراره العظمى 31 و18، في الاسكندريه 30 17، والعلمين الجديده 30 16، في مطروح 28 16، وفي دمياط 28 16 ايضا، في بورسعيد 26 16، وفي الإسماعيلية 32 16. لو رحنا للسويس العظمى 31 والصغرى 18، أما في العريش فالعظمى 28 والصغرى 16، كاترين 24 10، وطوبة 28 16، حلايب 26 17، شلاتين 30 18، في شرم الشيخ 31 19، والغردقة 30 والصغرى 17. لو رحنا للفيوم هنلاقي العظمى 32 والصغرى 16، نفس درجة الحرارة موجودة في بني سويف، العظمى 32 والصغرى 16، الوادي الجديد العظمى 31 والصغرى 15، أسيوط أيضا 31 15، في سوهاج نفس درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15، في قنا 32 15، الأقصر 33 16، وأسوان 33 18. ودلوقتي هنحاول نرجع تاني لتكملة تفاصيل الطقس النهاردة من الدكتورة منار غانم. دكتورة منار أهلا بيكي معانا مرة تانية. أهلا بيكي أستاذة هالة. احنا كنا بنتكلم ان بالفعل بدأنا ارتفاع في درجات الحرارة منذ أمس، يمكن في الأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، ودي ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة. اليوم هيكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة. ذروة الارتفاعات خلال هذا الأسبوع هتكون غدا الثلاثاء إن شاء الله، متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 32 درجة مئوية، ومرة أخرى ترتفع يوم السبت القادم وتوصل ل 33 درجة مئوية. فإحنا مكملين في ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله، وده بسبب إن إحنا بنتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية. الكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها، كمان في امتداد لمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده قدرات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، واحساسنا بارتفاع درجات الحراره. فبالتالي الاجواء خلال هذا الاسبوع هتكون اجواء مميل المائله للحراره للحاره في اغلب محافظات الجمهوريه، لان كافه المحافظات بتشهد ارتفاع في درجات الحراره. المناطق الجنوبيه كمان متوسط درجات الحراره ما بين 35 و36 درجه مئويه خلال هذا الاسبوع، وده هيكون فتره النهار طبعا مع وجود اشعه الشمس. لكن فترات الليل اللي هنأكد عليها هيكون فرق بين فتره النهار وفتره الليل، احيانا في بعض الايام يتجاوز ال 15 درجه مئويه. الاجواء هتظل بارده على اغلب المحافظات رغم ان هيكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره فتره الليل، لكن لسه احساسنا بالطقس هيكون طقس بارد فترات الليل في اغلب المحافظات، خاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح. ما هي دي المشكله يا دكتوره منار، يعني هي دي المشكله، ارتفاع شديد في درجه الحراره بالنهار وانخفاض بالليل، فيعني عدم الاستقرار ده برضو يعني
يا ريت نخلي بالنا منه. على العموم يعني بيتهيألي لسه بدري قوي على بال ما نطلع الهدوم الصيفي، ولا ايه راي حضرتك؟ لسه شويه. بالفعل لا، ما فيش ملابس صيفيه دلوقتي. احنا ممكن طبعا فترات النهار اكيد مع ارتفاع درجات الحراره نقدر نخفف الملابس، لكن تكون ملابس خريفيه. فترات الليل واحنا خارجين يبقى معانا جاكيت. بالظبط، لازم يكون معانا جاكيت. التقلبات دي بين ارتفاع وانخفاض هتفضل معانا حتى بدايه شهر 5 مع بدايه النص الثاني من فصل الربيع، تبدا تدريجيا درجات الحراره تتجه نحو الارتفاع ونحس فيها بالاجواء الصيفيه. لكن الى انتهاء شهر 4 هنفضل في فكره ارتفاع بالنهار وانخفاض بالليل. كمان الاسبوع الواحد ممكن يحصل ارتفاع وانخفاض، فمهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل جيد خاصه فترات الليل. كمان فترات النهار بقدر الامكان لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما يزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره واحنا صايمين. كمان متوقع اليوم يكون في بعض الاسربه العالقه خلال فتره النهار هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. في نشاط للرياح موجود في جنوب في غرب البلاد عند السلوم ومطروح، نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير للرمال والاتربه ويؤدي لتدهور وانخفاض رؤيه افقيه، ممكن توصل لحد العاصفه الترابيه على مطروح والسلوم. فناخد بالنا كمان من انخفاض الرؤيه الافقيه في اغلب الطرق، لازم تكون القياده بهدوء تام. غدا ايضا هيكون في نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه، فمرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه مهم جدا واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، لان الاجواء الربيعيه اللي بيكون فيها اتربه متوقع انها تنشط معانا خلال الايام القادمه ان شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ونرجع تاني لجمانة وعبد الصمد ومتابعة بقية فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم جمانة وعبد الصمد. شكرا ليك يا هلا. شكرا.